يصادف 25 من يناير من كل عام يوم نعبر فيه عن شكرنا وامتناننا لأب حنون قائد استثنائي عظيم. 50 عاماً تشكل سجلاً حافلاً من العطاء لحضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتحقيق رؤيته الثاقبة وتصديره لإنجازات متلاحقة لبناء الشارقة بحضارتها وفنها وآدابها وجمالها، فضرب لنا أروع الأمثلة من العطاء والعمل المتواصل من أجل راحة المواطنين والمقيمين، حتى غدا قلبنا النابض بالحياة، وغدت الشارقة خلال 50 عاماً من تولي صاحب السمو حاكم الشارقة لمقاليد الحكم رمزاً للنجاح والتميز ونموذجاً للإمارة الباسمة قولاً وفعلاً. فدمت لنا قوة وعزة، ونسأل الله الذي رحمنا بك أن يرحمك بنا. في يوم استثنائي مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، مساء يتغنى بمكانة إمارة الشارقة التي أصبحت نموذجاً متفرداً بين مدن العالم في كل المجالات بفضل رؤى وتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بفضل القيادة الحكيمة لسموه على مدار 50 عاماً. فأهلاً وسهلاً بكم، وإليكم أهم العناوين. دوائر مدينة كلباء تحتفي بإنجازات حاكم الشارقة. مدينة خرفكان تطور وازدهار على مدار السنوات. إمارة الشارقة ودعمها غير المحدود للرياضة. إذا مشاهدي الكرام، من بعد ما تعرفنا على عناوين حلقتنا هذه الحلقة الاستثنائية لهذا اليوم، نبدأ أولى فقرتنا بالأخبار المحلية لإمارة الشارقة. تنفيذ الشارقة إنجازات السلطان القاسمي أوصلت الإمارة لأعلى المراتب.
ثمن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الإنجازات النوعية التي تحققت في ظل قيادة ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خلال 50 عاما، وأسهمت في رفعة الإمارة وتطوير العمل الحكومي في شتى القطاعات، ما انعكس على مكانة الإمارة ومستوى الحياة الكريمة لمواطني الشارقة. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي ترأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم. وأوضح المجلس أن 25 من يناير يمثل ذكرى عزيزة ومهمة تتمثل في تولي صاحب السمو حاكم الشارقة مقاليد الحكم، والتي انطلقت بعدها النهضة الحديثة للشارقة برؤية حكيمة ونظرة ثاقبة ومتابعة دائمة أوصلت الإمارة إلى أعلى المراتب والإنجازات التي يفاخر بها أهل الشارقة، مثمنا المجلس الأساس المتين والإنجازات الممددة والممهدة للنهضة الحديثة التي وضعها المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن محمد القاسمي رحمه الله. عنوان آخر: ولي العهد يطلع على مراحل طواف الشارقة الدولي السابع واستعداداته. اطلع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة على مراحل طواف الشارقة الدولي واستعداداته في نسخته السابعة، الذي سيقام في 28 من يناير الجاري حتى 1 فبراير المقبل. واطلع سموه على مراحل الطواف الخمسة الموزعة على مختلف مدن إمارة الشارقة ومناطقها، ويشارك في الطواف 144 دراجا يمثلون 24 فريقا ومنتخبا من 16 دولة. كما سينظم طواف محلي للشباب الذين بلغوا من العمر 16 و17 و18 للفرد والفرق، ومسافته الإجمالية 238 كيلومترا، وموزعة على 7 مراحل. وكذلك سباق خاص للمعاقين يسبق انطلاقة المرحلة الأولى للطواف في 28 من يناير الجاري. واطلع سمو ولي عهد الشارقة على قمصان التميز المخصصة للفائزين بأفضل زمن لقطع مسافة المرحلة، والأول في صعود المرتفعات، وصاحب أفضل النقاط لمعدل السرعة، وصاحب المركز الأول للشباب تحت سن 23، وللدراج الإماراتي صاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة. إذا مشاهدينا الكرام، احتفت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بمرور 50 عاما على تولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مقاليد الحكم في إمارة الشارقة. عبر فيها الجميع عن فرحتهم بهذا اليوم المميز، وقد أعد الدكتور عبد الله بن حيف الناعيمي قصيدة شعرية عنوانها أنت النور بمناسبة مرور 50 عاما على تولي صاحب السمو حاكم الشارقة مقاليد الحكم في إمارة الشارقة. لنستمع إليها ولنا عودة. بقدرك كم رفعت لنا مقاما، وكم صارعت كي نبقى كراما، وكم أبليت من جهد حثيث لكي نبقى عزازا للنظام. بقدرك كم رفعت لنا مقاما، وكم صارعت كي نبقى كراما، وكم أبليت من جهد حثيث لكي نبقى عزازا للنظام. وكم أيقنت أن السعد حق لكل مسامح يرجو السلام. قضيت العمر أشواطا صعابا لتسند من بباقي العمر هاما. كبار القدر
كبار القدر قد نالوا حقوقا وقد أنصفت في حضن اليتامى وأشواطا قضيت وأشواطا قضيت تنير دربا بعلم زادنا وعيا وداما. عزيز أنت عزيز أنت يا سلطان شام جسور واثق تخطو هماما. فأنت النور فأنت النور نور الخير فينا تبدد في ليالينا الظلام تسير بأهلنا في درب خير ولا تخشى مع الحق الملامة تسير بأهلنا في درب خير ولا تخشى مع الحق الملامة فسر والرب يكسبك العطايا وحسن الرأي يمنحك الزمامة فسر والرب يكسبك العطايا وحسن الرأي يمنحك الزمام ولي في وصفك المعطاء فخر بوصف شمائل أعطت وسامة فشعري ضاء لما نال قدرا فوصف الشيخ قد نظم الكلام. إذن كلمات رائعة من أبناء الشارقة والجميع في الشارقة اليوم يباهي بكلماته الرائعة كلها تتغنى وتتمحور نحو حب سلطان القلوب. إذن مشاهدينا الكرام احتفلت الجهات والدوائر الحكومية في مدينة كلباء اليوم بمناسبة مرور 50 عاما على تولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مقاليد الحكم في الإمارة معبرين عن فرحتهم لما قدمه سموه من أجل الارتقاء بإمارة الشارقة والمنطقة الشرقية. التفاصيل في التقرير التالي. هنا في مدينة كلباء لوحة رملية جسدت كل مشاعر الحب لوالدنا الغالي سلطان. فعلى شاطئ مدينة كلباء وبين رمالها الناعمة نظم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة كلباء مبادرة في حب سلطان بالتعاون مع شركة فن التصميم للديكور في مدينة كلباء وذلك بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب حاكم الشارقة في مدينة كلباء وعدد من الحضور. بالمبادرة الطيبة الذي قدمها مجلس أولياء الأمور وبفكرة الأخت نعيمة الزعابي قمنا بتنفيذها عن طريق لوحة مجسم لصاحب السمو الشيخ سلطان على رمال البحر. مكوناتها كلها عبارة عن رمل البحر فقط بدون تدخل أي مواد إضافية طبعا بالتعاون مع شركة فن التصميم للديكور هي التي قامت بإنجاز هذا العمل. قمنا برسم اللوحة ثلاثية الأبعاد لسموه افتخارا واعتزازا على ما قدمه لهذه المدينة وما قدمه للإمارة بشكل عام وللمقيمين عليها وما زالت إنجازاته حتى الآن العطاء مستمر. هذه المبادرة تزامناً مع تولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مقاليد الحكم في إمارة الشارقة. حقيقة نحن أمام فرحة عارمة ويوم استثنائي 25/1 الذي يمثل طبعا أيقونة العطاء في هذا الكون وفي هذا الوطن بالتحديد وفي الإمارة الباسمة أكثر تحديدا بمناسبة تولي صاحب السمو حفظ الله ورعاه لمقاليد الحكم والذي يعد بمثابة عطاء متجدد وعطاء ليس له حدود. فهذا تعبير بسيط من أبناء مدينة كلباء إلى والدهم الكريم بالمناسبة الكريمة واحتفاء بها.
نحتفي في هذا اليوم المميز بمسيرة حافلة لقائد استثنائي ومنارة للثقافة والعلم ونموذج عظيم للعطاء الوطني وبناء الإنسان. الجميع يعبر في حب قائدنا ووالدنا ووالدنا الحاني سلطان بن محمد القاسمي. اليوم الحقيقة المشاعر في الشارقة وخارج حدود الشارقة واحدة، فالحب توحد في حب شخص واحد. إذا مشاهدينا الكرام، كل من زار خرفكان أكد أنها حقا قطعة من الجمال تتوسط ساحل دولة الإمارات، وبرؤية ثاقبة من والدنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أصبحت مدينة مضيئة يشع نورها في كل مكان. التفاصيل في التقرير التالي. تعد عروس الساحل الشرقي مدينة خرفكان إحدى أشهر وأجمل مدن المنطقة الشرقية، الأمر الذي أعطاها حظاً وافراً من الجذب السياحي والإقبال الشديد على مناطقها المختلفة، إضافة لتمتعها بمعالم سياحية وتاريخية كثيرة ومتنوعة شكلت فارقاً كبيراً في حاضر الدولة وعلامة مميزة في الإمارة الباسمة. أسرت عروس الساحل الشرقي مدينة خرفكان قلوب الناس بروعة أجوائها وجمالها المختلف الذي جعلها واحدة من الوجهات السياحية المفضلة للكثير في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقصدها الجميع من الداخل والخارج ليعيشوا تجارب سياحية متميزة ترسخ في الأذهان. تم تدشين مجموعة من المشروعات العملاقة، من بينها مدرج خرفكان الذي تم تصميمه بطابع روماني ممزوج بفنون الزخارف الإسلامية. ومن المشروعات المهمة أيضاً في مدينة خرفكان الشلال الصناعي المجاور لمدرج خرفكان، والذي يعلوه مطعم سياحي ذو إطلالة ساحرة. ومن المعالم المهمة في المدينة شاطئ خرفكان الذي شهد تطوراً كبيراً يوازي تطور مدينة خرفكان، والذي يعد وجهة أساسية لزوار المنطقة، متضمناً عدداً من المرافق الترفيهية من بينها منطقة ألعاب الأطفال وممشى مطاطي وملاعب كرة القدم. من زار خرفكان أكد حقاً أنها قطعة من الجمال تتوسط ساحل دولة الإمارات، وبرؤية ثاقبة من والدنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أصبحت مدينة مضيئة يشع نورها في كل مكان. إذا مشاهدينا الكرام، ما زلنا في خرفكان، وتميزت خرفكان في الآونة الأخيرة ليعانق اسمها عنان السماء، وتشهد الدنيا على سباق فازت به عروس الساحل الشرقي متفردة، إذ أسرت قلوب الناس بروعة أجوائها وجمالها المختلف الذي جعلها واحدة من الوجهات السياحية المفضلة للكثيرين في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ويرجع هذا إلى رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. والحديث أكثر عن التطور الذي شهدته مدينة خرفكان، يسعدنا بأن يكون معنا سعادة الأستاذ يوسف شاهين الرئيسي عضو المجلس البلدي لمدينة خرفكان. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. شكرا لكم يعني على استضافتي في هذا اللقاء، وبادئ ذي بدء أتوجه بالتهنئة إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وتهنئته بمناسبة مرور 50 عاما على توليه
دفة الحكم وإدارة الحكم في إمارة الشارقة الباسمة. من كل قلبي أنقله تحيات سعادة رئيس مجلس البلدي وسعادة مدير البلدية والسادة أعضاء المجلس البلدي وكافة أهالي خرفكان. نعم، اليوم سعادتك الحقيقة هي إنجازات كثيرة لابد أن نقف أمامها ونرصد كل إنجاز، وخرفكان أصبحت بوصلة الشرقية، أصبحت خرفكان محطة أنظار الجميع. فنتحدث اليوم عن إنجازات الخمسين، هي ربما نصف قرن لكنها تتعدى النصف قرن. صحيح. سعادتك صحيح. منذ أن تولى سيدي صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي دفة الحكم في إمارة الشارقة الباسمة، هي تبتسم يوما بعد يوم وتزداد جمالا يوما بعد يوم. له رؤية ما شاء الله عليه، يعني في تطوير إمارة الشارقة ومدنها المختلفة، والحمد لله رب العالمين. خرفكان يعني مدينة من مدن الشارقة، خرفكان الآن ما شاء الله عليها وردة زهرة في بستان جميل. إن أخذنا خرفكان طولا أو عرضا، يعني من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، ما شاء الله المشاريع الكثيرة، وأنتم أدرى بهذا إيش الموضوع. نعم، الحقيقة حب الله سبحانه وتعالى هذه المدينة، الجمال في الطبيعة، الجمال في الأهل، التميز في الثقافة، وكله الحقيقة منصب لإمارة الشارقة، لأن هناك جهود حثيثة، رؤية ثاقبة عظيمة رأيناها على مدار السنوات الماضية. فأنتم كأهالي هذه المدينة الرائعة بتكويناتها، كيف ترون هذه الإنجازات؟ كيف ترون هذه النقلات النوعية من إنجاز يتبعه إنجاز إلى أن نفاجأ بإنجاز لم يرى النور لكن يرى النور بعد فترة؟ قيل في الكلام أن اليد الواحدة لا تصفق. سيدي صاحب السمو عندما يضع خطة معينة أو عندما يضع رؤية لابد أن إيش تتكاتف كافة الأجهزة وكافة وجميع الناس الذين المستفيدين وغير المستفيدين من هذه المشاريع. مثلا على سبيل المثال، ففي خرفكان يعني حظيت هذه المشاريع بالترحاب من بدايتها، يعني الناس فرحوا، والناس حقيقة يعني خاصة المؤسسات المشرفة القائمة على تنفيذ مثل هذه المشاريع، وحقيقة كنا نتابع هذه المشاريع يوم بيوم لحظة بالأحيان نتفاجأ في وجود مشروع. مثلا أعطيش مثال، مشروع الحلم الذي تحقق شارع خرفكان. نعم. يعني هذا سبحان الله، كل ما أنا عن نفسي شخصيا كل ما استخدمت هذا الشارع أشكر الله سبحانه وتعالى أولا، وأدعو لسيدي صاحب السمو بطول العمر. لست أنا لوحدي، يعني الكثير من الأهالي، يعني المسافات قصرت، التواصل صار أكثر مع المركز، عارف كيف أهلنا في كل مكان بدوا يتوافدون لنا والحمد لله. فهذه الأمور التطويرية وهذه المشاريع الحمد لله رب العالمين يجب أن تكون لنا وقفة في استمراريتها، في المحافظة عليه، وهذا هو وظيفة، هذه هي واجباتنا كمواطنين، واجباتنا كمسؤولين، واجباتنا كضيوف وزوار لهذه المناطق. نعم، بالفعل سعادتك طريق خرفكان الشارقة همزة وصل بين نعم. المركز وبين الروح البحر وخرفكان. اليوم عندما نرى كل هذه الجهود المبذولة كما ذكرت، يعني علينا بأن تكون هناك مسؤولية من المجتمع أن تقدر هذه الجهود، تقدر هذه الساعات التي قضيت الحقيقة، ساعات كثيرة تتعدى الآلاف نعم. من أجل نعم. أن نرى هذا المنظر الجميل لخرفكان. نعم. أنا يعني بالإضافة إلى الساعات هناك ملايين من الدراهم نعم. من الأموال، يعني ممكن ذاكرة 380 مليون يعني ميزانية صرفت لهذه المشاريع. هذه المشاريع يجب أن نحافظ عليها. يعني أنا مرة من المرات من قبل سنة كنت في رياضة صباحية في مسار الجبل الرابي، وشاهدت مناظر يعني حقيقة هناك كتابات على الصخور، يعني تحدثت المسؤولين، تحدث رئيس المجلس، تحدثت لمن يعني يجب أن نشرف على هذه الأعمال. إحنا كمواطنين وإحنا كضيوف وإحنا كزوار يجب أن لا نسمح للعبث
أن إيش أن يحصل مثل هذه المشاريع. هذه المشاريع قيمة ذات الكلفة المالية ذات الجمال الطيب، يجب أن نحافظ عليها بالفعل بأي حال من الأحوال. مسؤولية مجتمعية سعادتك، المجتمع يجب أن يتكاتف، إن كان يعني مواطن مقيم الكل يجب أن ينقل هذه الصورة، إن كان من هناك ربما يعني قد شوه أو قد ضر بهذه المكتسبات الوطنية عليه أن يأخذ جزاءه. لابد. وهناك مشاريع يعني في مؤخرا يعني مشاريع كثيرة مثل حديقة شيس الآن ما شاء الله مشروع كبير، يعني أهالي شيس أهالي النحو عندهم مشاريع، يعني هذه هذه المناطق اللي كانت في يوم من الأيام إحنا نتمنى نزورها، ما شاء الله الآن صارت الزيارة لها سهلة، أهل المنطقتين وجودهم وحركتهم معنا وتواصل معنا صار سهل بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الحاكم الراشد الواعي الذي يدرك ماذا يريد شعبه منه. بالفعل. وصلت أيدي البيضاء إلى كل مكان، إلى الرجل إلى المرأة إلى كبير السن إلى الطفل حتى إلى القريب إلى البعيد. هذا الرجل أنا أتصور في لحظة في جلسة عندما قال لبيك خرفكان، نعم. هذا كلام عظيم وفعلا تحقق ما تمناه وسيتحقق أيضا. نعم. ونتمنى أيضا أن تحظوا باقي المناطق ما شاء الله عليها ستحظوا حذو إيش مدينة خرفكان بعطائه. نعم، هي خطة وضعها سمو حاكم الشارقة، والكل سوف ينهل من هذا الخير. أكيد. والكل أكيد. سوف يستمتع بهذا الجمال. أكيد. وهذا الخصب في الشارقة. سعادتك الحقيقة يعني مع هذه المشاريع التنموية التطويرية مررنا بضائقة بجائحة كوفيد، مر العالم انتكر العالم ارتعب العالم، لكن ما زالت مشاريع الشارقة مواصلة استمراريتها، مواصلة نهوضها، ومشروع يتلو الآخر، كأنها رسائل مؤمنية للشعب للمجتمع ككل. نعم. نحن بخير في الشارقة. يعني وهذه ميزة وهذه العجوبة، أنت في محيط وباء، العالم المدن الدولة احترازات الكل خائف، والمشاريع تسير وفق خطة موضوعة. تفاجأنا حتى في جائحة كوفيد 19، يعني احنا ما شاء الله مشاريعنا نفذت ومشاريعنا افتتحت والناس زارت يعني هذا بحد ذاته انجاز، هذا بحد ذاته يعني هذا هو الحاكم الذي يعني لا تقهره الصعاب. الحمد لله. حتى الجبال تفتت صخور أمام الطرق أمام إرادة الإنسان، الإنسان يستطيع أن يفعل كل شيء، وخاصة إذا تسلح بسلاح الدين والعلم. نعم. وشيخنا لا ينقصه ما شاء الله تعالى لا دين ولا علم ولا ثقافة ولا معرفة ولا معلومات، كل هذه الأمور متوفرة في سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان الله يطول بعمره. اللهم آمين. الحقيقة يعني كحديث وكلام رائع، يعني اليوم عندما نقول ونرتجل حديثنا نرتجل كلامنا يأتي من القلب، نعجز عن صنائع سمو حاكم الشارقة، نعجز في التعبير يعني، لكن ما لنا إلا الدعاء. نعم. ما لنا إلا الدعاء. الله يطول بعمره إن شاء الله تعالى. نعم. إذا ذكرت سعادتك بأن كانت همزة الوصل بينكم وبين المناطق التابعة لمدينة خرفكان كمنطقة شيس كمنطقة منطقة النحو كانت صعبة عليكم. صحيح. إلى أن شقت الطرق وعبدت هذه الطرق، كيف كان الحال يعني مع وجود هذه الطرق، كيف كان الالتقاء والحب بين أهالي تلك المناطق؟ أكيد يوم أن تم افتتاح شارع خرفكان والتقى أمير، كان يوما تاريخيا، التقى بالفعل. أمير النحوة بأمير خرفكان وبعض المناطق القريبة من شيس، كان يوما تاريخيا وحضرت كنت متواجد، ولما جاء محمد سيدي صاحب السمو مع بعض في النفق فقال ها أنتم الآن قريبين من بعض، ذهبت تلك الصعاب، زالت تلك المعوقات، تناثرت تلك الحواجز، الآن صار اللقاء، صار التواصل، صار الأهل متقاربين متواجدين، سبحانه يعني مغير الأحوال بفضل سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور. نعم. صار في تواصل بينه وبينهم يومي شبه يومي الآن. نعم. وهم مدركين في هذا الأمر. هي رؤية ثاقبة
بعيدة المدى، استشراف للمستقبل. لا. اليوم عندما نرى أبناء المنطقة الشرقية يعملون بها، وحتى من يعمل في إمارة الشارقة لا يحتاج بأن يستقر في إمارة الشارقة، يعود بنفس اليوم إلى مدينة خرفكان. هذا بحد ذاته استقرار أسري، استقرار عائلي، وسمو حاكم الشارقة ينظر إلى هذا الأمر. فأنتم في المجلس البلدي سعادتك دائما في موضوع يعني وجود اللجان الخاصة بالأراضي، وجود توزيع الأراضي الخاصة ببعض العوائل. هناك سياسة لدى سمو حاكم الشارقة بأن تكون العوائل قريبة من بعضها البعض حتى يكون الترابط المجتمعي. أكيد تنمية توجيهات سيدي صاحب السمو باهتمام بالأسرة، تواجد الأسر مع بعضها، العائلة الواحدة في مكان واحد، هذه أولويات إحنا أخذناها بعين الاعتبار في لجاننا. يعني الحمد لله رب العالمين، لا أتكلم عن مدحا في هذه اللجان، وكل مجتمع فيه السلب وفيه الإيجاب. اللجان هذه تؤدي دورها على أكمل وجه، يعني حتى مشاكل المواطنين اليومية، المجتمعات لا تخلو من مشاكل والقضايا، حتى الحمد لله رب العالمين مشاكل اليومية هذه الآن أنا أتصورها تلاشت بنسبة كبيرة. يعني عندما نلتقي مع الأسر إن كانت متضررة من قضية مثلا حاجة كارثة طبيعية، أو إن كان هناك خلاف على جزء من أرض مثلا على سبيل المثال، أو على مبنى قديم على سبيل المثال، تتحرك أعضاء المجلس أو تتحرك اللجان، واضع في الاعتبار كلمات سيدي صاحب السمو، حاولوا أن تقتربوا من الناس وتحسوا بما هم يطلبون، وتضع لهم حلول. نحن نضع الحلول وهم يختارون، نحن نضع الحلول الجيدة الجيدة الممكنة وهم يختارون، ونحن جاهزون لهم إن شاء الله. نعم سعادتك، هذه الحلول وهذه اللجان وهذه التوجيهات الحقيقة كلها من أجل الإنسانية، كلها من أجل الإنسان، لنحظى في مجتمع حضاري بمجتمع تعمه الفضيلة. أكيد هو صاحب السمو، يعني هو الإنسان، هو الأخ، هو الأب، هو المكان الدافئ الذي يحتضن أهله وشعبه وناسه، عارف كيف؟ لهذا يجب أن نرد للجميل يعني في هذا الشيء، ويجب أن إيش أن 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 أن, أن, أن ننفذ أو أن نسير على خطاه حتى تحقق الصورة، أو حتى تكتمل الصورة. نعم بحد ذاتها. نعم إذا سعادتك حقيقة لقاء رائع جدا، لكن الوقت مضى. كلمة أخيرة قبل أن ننهي هذا اللقاء الرائع الذي بالفعل استثنائي لشخص استثنائي بالفعل. نعم أنا في الحقيقة نهاية اللقاء يعني كما بدأت أن أوجه له يعني تهنئة، وأقدم له الشكر بحجم السماء لما يوليه من اهتمام في مدن الشارقة المختلفة، وخرفكان على وجه الأخص. ونحن نقول له أنت في الأمام ونحن وراءك، ماذا تريد نحن نلبي، وكل ما يتمنى بإن شاء الله تعالى سيتحقق بجهود وتآزر الجميع. سعادة يوسف شاهين الرئيسي عضو المجلس البلدي بمدينة خرفكان، سعيدة بلقائك، شكرا لك. شكرا جزيلا.